ولا ألودي. بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. في ظل هذه الآية الكريمة، احنا كنشاركوا بصفتنا طلبة ديال الماستر ديال الوساطة الأسرية والاجتماعية بكلية الشريعة فاس، في هذه الحملة التحسيسية اللي كتنظمها جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الشريعة مع شراكة مع شركة سيتي باز. احنا الآن كنتواجدوا في مدينة مكناس في المجلس العلمي، تكميلة للندوة اللي بدأت في مدينة فاس في الأسبوع الماضي. وإن شاء الله كاين مجموعة من المدن اللي غادي نقوموا بالزيارة ديالها في هاد الندوة هادي، وهذا الشيء بطبيعة الحال من أجل التحسيس بالأهمية ديال الماء والدور ديالو في الحياة. وكما حيث هاد الحملة شفنا فيها جميع الفئات، يعني سواء فئات شيوخ ولا أطفال ولا جميع المستويات،